محافظة كركوك تستفيق على أخبار كارثية ومؤسفة وتعاطف كبير مع الأهالي بسبب ما حصل، فما الحكاية؟ فبظروف غامضة ولأسباب مجهولة وبطريقة أقل ما يمكن وصفها بالموجعة، امرأة تفارق حياتها مع طفليها الاثنين بعد أن التهمت ألسنة النيران العجلة، ها هي أمامكم، والتي كانت بداخلها، ما أدى ذلك إلى محاصرتهم واختناقهم واحتراقهم ووفاتهم، ووفقا لروايات شهود عيان، مشاهد تناقلها المدونون في منصات التواصل الاجتماعي أثارت الحزن والخوف حول ما جرى. لنشاهد ما الذي حصل في مقطع الفيديو المتداول. الساعة احترقت هسه تاريخ 27/12/2023 وبيها الجهال سيارة نيسان. ما يفيد أخي ما يفيد. حادثة احتراق العجلة التي راح ضحيتها امرأة وطفلين وقعت بالضبط في حي الأسرة والمفقودين، أحد الأحياء الشعبية في كركوك. ليس هذه الواقعة الوحيدة، ففي اليوم نفسه وخلال ساعات الصباح الأولى احترقت مركبة أخرى نوع ألانترا في تقاطع حي الواسطي، وأدى الحريق إلى وفاة سائقها للأسف. واحد اشترك. لا. 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 ل